كالعادة كان تغيير الظاهرة الأبرز بين مدربي الموسم 65 للدوري بعد أن تسبب تراجع النتائج أحيانا وقرارات إدارة بعض الأندية أحيانا أخرى في الإطاح بنحو 20 مديرا فنيا قبل جولة واحدة على ختام المسابقة. 8 أندية فقط حافظت على استقرارها الفني من بينها الأهلي البطل مع السويسري مارسيل كولر والمصري صاحب المركز الرابع تحت قيادة علي ماهر مقابل 10 أندية طالها التغيير على رأسها ثلاثية بلدية المحلة والمقاولون العرب والداخلية. الموسم الاستثنائي بدأ بست مدربين أجانب على رأسهم السويسري مارسيل كولر الذي وصل تألقه للموسم التالي على التوالي مع الأهلي وحسم السباق على حساب الكرواتي كارنسلاف يوريتيتش الذي تسلم المهمة في بيراميدز خلف البرتغالي جيمي باتشيكو وقاد الفريق ل14 فوزا متتاليا قبل أن يصطدم بالمارد الأحمر الذي تفوق عليه مرتين في غضون 10 أيام وحطم أحلامه في الفوز باللقب. ومقابل العودة القوية لبعض الأسماء الكبيرة مثل طلعت يوسف الذي حقق نتائج ممتازة مع مودرن سبورت ومثله علاء عبد العال وأيمن الرمادي مع الجونة وسيراميكا كليوباترا، ظهرت العديد من الأسماء الجديدة وعلى رأسها طارق مصطفى مع البنك الأهلي والثنائية أحمد عبد الرؤوف وأحمد خطاب رفقة الثنائية بلدية المحلة وفاركو، كما حصل سيد ياسين على فرصة متأخرة مع إنبي أكد من خلالها جدارته بقيادة كبير العائلة البترولية بإيقافه لمسلسل انتصارات الأهلي بعد 21 مباراة متتالية. تحية مجددة مشاهدينا، والحقيقة أنا دايما بكون سعيد لما بشوف قيمتين كبار جدا في الرياضة المصرية على مستوى الصحافة، وجزء كبير جدا من يعني جيلي أنا تحديدا عشنا على الصحافة المقروءة. كنت دايما لسه بحكي طبعا لأساتذتنا عن هوايتي المفضلة دايما في قراءة الأخبار الرياضية، ودايما كنت بقى أشوف أسمائهم في جريدتين اعتدنا أن احنا دايما نشوفهم سواء أخبار اليوم أو جريدة الأخبار أو جريدة الأهرام، ودايما بكون الحقيقة سعيد بتواجدي معاهم الأستاذ فتحي سند والأستاذ حسن المستكاوي. سعادة كبيرة جدا بوجود حضراتكم معايا، ودايما بكون مبسوط بيكم دايما. وإحنا اللي سعداء والله بجد، يعني بنحب أن ندردش معاك دايما في كل حاجة الحمد لله. أنا مش عارف إحنا يعني أنا وحسن طلعنا كتير مع بعض لكن دي أول مرة أنا وحسن نطلع معاك، وعشان كده دي حاجة مهمة وحدث مهم إن أنت شاب وسيم وجميل وليك معجبات. لا لا مفيش الكلام، معجبين أنا راح قلتها معجبين ومعجبات ماشي. بس أنا ليدز فيرست بنقولها يعني معجبات ومعجبين، فيعني طبعا يعني حلقه جميله ان شاء الله وحاجه يعني انت بقى وسطها وسطها لي. طيب بجد انا قبل ما نبدا في الجد شويه، تزاملتوا من امتى؟ يعني تاريخ كبير ليكوا في الصحافه المقروءه من زي الالعاب الاولمبيه القديمه من زمان جدا الحقيقه النهارده طبعا بس عارف على حاجه قبل الميلاد احنا كنا في العصر الذهبي للصحافه المقروءه وكان القارئ المنتمي يعني لغايه دلوقتي في ناس اللي هي سنها يعني شويه كده عن نظر هم الناشئين تحت 60 في تعرف مساله الولاء والانتماء للورق كانت موجوده بشكل كبير جدا، هي بدات تتقلص شويه لكن ما فيش شك طبعا ان العصر الذهبي احنا عشناه بالنسبه للصحافه، ودي مرحله كبيره ان كانت مليئه باساتذه كبار جدا جدا علموا أجيال كتير جدا جدا وخرجوا أجيال كبيرة جدا جدا، وبالتالي كانت فترة جميلة كان فيها المنافسة جزء من الإبداع، لأن لا يمكن تتفوق أو تبدأ إلا كان قدامك دايما منافسين لوحدك كده هتدريها انتخى وهتضرب وتقعد، لكن الفترة دي كانت فترة التنافس الكبير اللي كان فيها طبعا مساحات كبيرة من تأثير الأهرام يعني. وأخبار اليوم كان جامد جدا، وعايز أقول لك يعني كل واحد فينا كان بيكتب عمود مثلا اتحاد الكرة وإحنا مثلا يعني فاكر الأهرام كان الراجل مايكل سميث واخد كأس الأمم الأفريقية
وذهبية الألعاب الأفريقية في كينيا والأهرام عشان الأداء المتواضع عمل حملة عنيفة عليه جدا ومشي، وفاكر ان احنا صورنا واخد الشنطة بتاعته حطيتها على كتفه وماشي. يعني انا اقصد ايه، مبقاش في تسارع الاخبار كمان يا استاذ؟ لا لا ما فيش طبعا لا. بعدين احنا جينا جيل اتربى على ايد اساتذه كبار جدا رواد في النقد الرياضي، يعني كانوا 5-6 اساتذه عظماء يعني كربوه منهم، علمونا كل حاجه، علمونا ان الرياضه جميله وان الصحافه رساله مش وظيفه. طبعا يعني انا ما اشتغلتهاش عشان موظف يعني، ولا فتحي اشتغل عشان اشتغلها عشان بحبها، وانا حبيتها، كنت شايف انها وما زلت شايف ان انا بكتب لغايه دلوقتي طبعا، وهو بيكتب لغايه دلوقتي شايف انها رساله يعني. طبعا يعني اختلاف كبير جدا، والتكنولوجي واللي حصل طبعا في الثوره الصحفيه بالنسبه بقى للانتقال من الصحافه المقروءه الى تعدد الوسائل التواصل الاجتماعي الحقيقه، والوسائل كمان المرئيه الراديو من الوسائل المسموعه، اختلاف ده كله اثر في الاعلام بينا. خلاص الخبر يحصل في اي دوله في شمال افريقيا، في افريقيا، في اوروبا، بنكون في نفس اللحظات عارفينه، وده قيمه طبعا الصحافه بشكل عام. بس صح. يعني انا الحقيقه بتشرف دايما بوجودهم. الحقيقه النهارده واحنا بنتكلم على جزء جديد من حصاد دوري نايل في موسم 2023-2024، احد الظواهر اللي كانت بالنسبه لنا هامه جدا هي تقلص فكره المديرين الفنيين الاجانب، دي احد الظواهر اللي هنتكلم عليها النهارده. نتكلم كمان على الاستقرار الفني، ان 8 فرق بس حصلوا على او يعني حظوا كمان بفكره الاستقرار الفني، في حين 10 فرق غيروا المديرين الفنيين، ما بين مديرين فنيين شباب ومديرين فنيين كبار، الحقيقه اختلافات كتيره جدا في ظاهره تغيير المدربين. كابتن فتحي، هبدا مع حضرتك في الاول بثمان انديه فقط هي اللي استمرت في الإدارة الفنية منذ بداية الموسم وحتى نهايته، بعض الفرق أجادت واستفادت من الاستقرار الفني وبعض الفرق لم تستفيد. هنا بتكلم على النادي الأهلي، بتكلم على سموحة مع الكابتن أحمد سامي، طلاع الجيش مع الكابتن عبد الحميد بسيوني، الإسماعيلي مع الكابتن إيهاب جلال، لسيراميكا مع الكابتن أيمن رمادي، الجونة مع الكابتن علي عبد العال، وزد إف سي مع مجدي عبد العاطف. أول تجربة، بتقيم تجربة المديرين الفنيين اللي استقروا إزاي؟ مفيش شك طبعا إنه جزء كبير من نجاح أي منظومة هو الاستقرار، والجزء الثاني هو الأداء الإداري. بقدر الاستقرار، توافر الاستقرار والأوضاع الفنية داخل الفرقة، بعتقد أن دي مصدر أساسي في أن الفريق يفضل محافظ بالحد الأدنى من المستوى الذي يسمح له أن هو يوجد أو يتواجد في منطقة صح. الغالبية العظمى غيرت، وبما فيهم يعني متنازل كده، يعني الاهلي ما غيرش، بيراميدز غير، الزمالك غير، المصري ماسك نفسه، مودرن غير، سيادتك زي ما تقول سموحه، بتلاقي سطر بيسيب سطر. لكن عاده السنه دي في فرق غيرت مره ومرتين وثلاثه، يعني مش بس مساله ان هو بيغير مدرب واحد. السبب الرئيسي في كثره التغييرات عند بعض الفرق او الكثير منها حاجتين، يا اما عدم ثقه يا اما اختيار غلط. وبالتالي لازم يبقى في تعلم دائما من مساله الدروس، انت لازم تختار صح عشان تكمل صح. وعلى فكره في ناس من اللي قعدت النهارده في الدوري الممتاز ربما كان اختيارها غلط، لكن ظروف ادارتها ساعدتها ان هي تكمل. اي ان الاداره هي مصدر النجاح الاول وليس المدير الفني. وعندنا النادي الاهلي اول حاجه على الجدول، مصدر نجاح كولر هي إدارة النادي الأهلي. يعني المصدر الأول للنجاح دايما هي الإدارة. وزي ما قلت لك أنا بقول إنه 8 فرق كتير، وده بيبين لك إنه الموسم أو الدوري المصري ما يزال بيعاني من التهاب أعصاب مصدره صرف كتير وانتظار لنتائج ما بتتحققش. طيب كابتن حسن والأستاذ فتحي بيتكلم، الحقيقة سرحت كده، يعني سبب التغيير ايه؟ يعني لما اجي ابص على بيراميدز وتغيير جيمي باتشيكو اقول ماشي، النادي بينافس او بيسعى ان هو يحقق بطوله، فبالتالي مش راضي عن الاداء. بس معظم الفرق، يعني هل فكره ان انا بغير عشان ابقى في بطوله الدوري، هل بغير بسبب ظروف؟ هنا بتكلم على ام بي مثلا، رحيل الكابتن تامر مصطفى وقدوم الكابتن سيد ياسين، سبب التغيير معروف شويه والاعتذارات اللي قدمها الكابتن تامر مصطفى. بس بعض الفرق ببقاش فاهم سبب التغيير، يعني هل هو فكرة المنافسة عايز يبقى بينافس على البطولة وده إجابتها معروفة، فبالتالي إيه سبب التغيير لما الأندية بتغير؟ يعني
اولا احنا ابتدينا بثمانية اجانب وانتهينا بثلاثة اجانب. يعني ما هوش موسم بلا اجانب، لكن في اجانب بس انتهى بثلاثة ثابتين او مستقرين او مستمرين. اختيارات المدربين خصوصا الاجانب غالبا بتبقى غلط. يعني انت عايز مدرب عشان ايه؟ انت الاهلي او الزمالك فرقتين بيلعبوا على البطوله، هل ده كفايه؟ يعني انت بتختار مدرب عشان عنده اسلوب، عنده فلسفه، هيطور من اداء الفريق، عنده قياده، عنده شخصيه قياديه. عشان كده بنقول من زمان انت عشان تجيب مدرب مش كفايه السي في، فايلر جه من غير سي في، واحد من احسن المدربين اللي اشتغلوا في النادي الاهلي ومن المقربين اللي اشتغلوا معاه في القياده والشخصيه والتعامل مع اللعيبه وحاجات كتيره جدا، مميز قوي. هو ما عندوش سي في، يعني سي في يعني حاجه تاريخ، فالسي في مش كفايه، لان انت ممكن تبقى عندك نجاحات مع فرق ويعني فشل مع فرق تانية. انما اجابه على سؤالك بوضوح، النتائج هي اللي بتغير المدربين، لان الادارات لا، ما هي الادارات مش هتتغير. يعني كان زمان في الاتحاد السوفيتي في اجتماع مجلس السوفيتي الاعلى بمناسبه تغيير المدربين، يعني كان اندري جروميكو وزير الخارجيه فتح فالمجلس السوفيتي الاعلى قرر يصوت على اقاله وزير الخارجيه، فاول واحد دفع ايده هو وزير الخارجيه اندري جروميكو. يعني هو ما رفعهاش طبعا، ايده حطيه هتقطع، يعني رفع ايده لانه كان ممكن يتذبح. ايوه فما فيش اداره هترفع ايديها وتقول لك انا همشي طبعا، ولا في لعيبه هتقول لهم امشوا. فالوحيد اللي ممكن يمشي هو المدرب. وعلى فكره بقى للاسف الشديد الظاهره دي امتدت من شمال البحر الابيض، من شمال افريقيا او من جنوب البحر الابيض المتوسط الى اوروبا. اوروبا بقت تغير مدربين بشكل مذهل. ده حتى الالمان، ده الالمان كان المدرب بيقعد في النادي في المنتخب طبعا هم 10 11 سنه 100 سنه مدرب منتخب، لكن النادي كمان بقى بنفس الحكايه. يعني بالظبط انت عايز مدرب يعمل ايه؟ انت هدفك ايه؟ البطوله؟ هل الاهلي والزمالك هدفهم البطوله بس؟ لا، ده رايي انا، لازم يجمع ما بين البطولة والأداء الحلو، لأن أنت عندك شعبية وجماهيرية عايزة تستمتع بيك. في فرق تانية هدفها بقى أنها تبقى في مركز متقدم، هدفها تبقى وهكذا يعني. لكن في النهاية الإجابة باختصار شديد، النتائج هي اللي بتحكم استمرار المدرب من عدمه، مش ولا الأسلوب ولا الأداء ولا حاجات من دي يعني. بوضوح يعني. طيب هبدأ مع حضرتك كولر. زي ما احنا اتكلمنا الدوري او استاذ حسن تفضل قال بدا بست مدربين اجانب وانتهى بثلاثه، يوشيتش مع سته، انا عديتهم وشفت. طيب هقولهم لحضرتك، تعالى كده نراجع. مودرن سبورتس كان معاه ريكاردو، فاركو كان معاه برونو روميرو، البنك الاهلي كوبروسي بابا فاسيليو، بيراميدز والزمالك والاهلي، وصلنا لست. بس هنعديها واحد، هنعديها واحد. ما قلت لك يا حسن ما تغلطش نفسك. اثنين ثلاثة ستة أربعة خمسة ستة. أنا قلت لك ستة. أيوة صح، أنا اللي قلت ثمانية. أنت اللي قلت ثمانية. طيب يا أستاذ فتحي هبدأ بكولر. كولر وأنا بتكلم في المقدمة بتكلم على مدير فني حصد 9 بطولات في 23 شهر، يعني ما يقرب من سنتين تقريبا، عامل استقرار، الحقيقة بيشتغل في مناخ أو في بيئة طيبة، مجلس إدارة بيوفر له احتياجاته. فالعوامل اللي قدمها كولر للنادي الاهلي سواء هنا بقى الاداء الفني والتاكتكس وكل يعني بيقول الى المدير الفني، وايضا العكس مجلس اداره النادي الاهلي يوفر لكولر عشان ينجح بالشكل ده. يعني بكل تاكيد كولر مدرب محظوظ، زي ما قال حسن جه كولر في اول اسابيع اللي احنا كنا بنفتكر كده، يعني من شكله ومن تحركاته كان لا تتوقع له ان هو هيحقق كل هذا النجاح. كان في عنده حالة شوية كده من عدم الاستقرار النفسي، فما فيش شك ان كولر محظوظ لانه يعني بيعمل في اجواء مريحة في جو من الاستقرار، له كل الصلاحيات الكاملة دون تدخل على الاطلاق. اي مدرب بيعمل في هذه الاجواء في هذا المناخ اذا كان عنده القدر الكافي من انه هو يحقق بعض النجاح بيحقق كل النجاح.
فانا بقول رقم واحد ان كولر كان محظوظ في اداره محمود الخطيب ان هي سهلت له كل هذا الكلام. ده رقم واحد. رقم اتنين، كولر استثمر الاجواء اللي عمل فيها في النادي الاهلي وفرض شخصيته. يعني نقدر نقول ان كولر واجه بعض المتاعب مع بعض النجوم، وكان في حاله من البهواءه في بعض الاوقات، قدر يتعامل معاها بشخصيته. لما هذه المجموعه من اللعيبه وفرض نفسه عليهم بشكل كبير، لدرجه انه كان لعيبه كتير بتبعد، وكان يتهيألك ان هي ستدخل طي النسيان او ستطوى عليها الصفحات، وبعد ما بيشارك وبيرجع كان كانه ما كانش غايب عن الملاعب. اي ان كولر استفاد من اجواء واداره النادي الاهلي، وفي نفس الوقت شخصيته يعني قدر يستثمرها بشكل جيد جدا، فاكتملت الصوره او اكتمل المناخ اللي ممكن نحقق بيه. وزي ما بقول لك، اي مدرب يتولى عمل في النادي الاهلي، موسيماني جاي من اخر الدنيا وراجل ما خرجش بره جنوب افريقيا، ودخل على النادي الاهلي وعمل امجاد كبيره، وبعد فتره كبيره برضه حقق ارقام قياسيه، بدا يتنطط بعد ما صدقش نفسه، ثم كان الاستغناء عنه لما بدات مطالبه تزيد. فيعني موقف النادي الاهلي او حاله النادي الاهلي مع الاجهزه الفنيه بتساعدهم جدا جدا جدا، وده اللي مش موجود في الانديه الثانيه. سيادتك بتسال ليه الانديه التغييرات كتير بتاعت المدربين؟ ولا استقرار ولا خبره اداريه، حاله من شياط الاعصاب مع اي نتيجه هزه من النتائج بتلاقي الدنيا اتكركبت وبيغير المدرب. ده مش موجود في النادي الاهلي، وبعتقد ان كولر عمل سي في هذا الموسم ما عملوش كله في تاريخه. ودي حقيقه، لما ترجع للتاريخ السي في بتاع كولر هتلاقيه زي بالظبط جوزيه اللي من جاي حضرتك هنا، عمل كل حاجه ولما خرج بره ما عملش اي حاجه، وده شهاده في حق اداره النادي الاهلي. يعني من 28 اكتوبر 2022 اول بطوله، واخيرا الدوري المصري اللي حسم في 8 اغسطس، يعني فتره قصيره. وعلى فكره حسمه للبطولات كلها كانت بنتائج ايجابيه، يعني لما يحسم السوبر على حساب الزمالك، لما بيحسب كاس مصر على حساب بيراميدز، كاس السوبر المصري على حساب بيراميدز، الفرقه اللي عايزه تاخد بطوله او تحافظ على بطوله لازم تمر عبره الفوز على فرق كبيره، وده اللي عمله النادي الاهلي وعمله كولر. طب استاذ حسن، لو تسمح لي اربط شيء، يعني كان مثلا في الاداره الفنيه لبيتسو موسيماني، وهضرب مثلا على كابتن من كابتن النادي الاهلي رامي ربيعه، يعني من لاعب مستبعد تماما مش موجود في القائمه المسافره للبطوله دي او البطوله دي، للاعب يتالق مع مدير فني اخر، قد ايه برضه قرارات المديرين الفنيين بتطول اللاعبين وممكن تفرق مع لاعب في ان هو يكمل مع فرقه او يمشي من فرقه طبعا. نفس الامر حصل مثلا لايمن اشرف، من لاعب بيعتمد عليه مع موسيماني للاعب راحل من صفوف النادي الاهلي. ما هنا انت فلسفه المدرب ايه؟ يعني انت عايز لعيب بيدافع سريع مثلا، ما تنساش ان كان في المركز بتاع قلب الدفاع في مجموعه لعيبه ثلاث او اربع لعيبه في النادي الاهلي، رامي ربيعه ما كانش اولهم حتى مع كولر موسيماني. لا، ومع كولر كمان. انما تدريجيا حصلت اصابات، حصلت مستويات قلت شويه مثلا طبعا. بس عارف انا حضرتك ابتدى الدفع برامي ربيعه. نعم، ان من مش قصه مشاركه، انا ممكن اقعد احتياطي، لا ده قصه انه لاعب غير مرغوب فيه خالص. اصلا طبعا طبعا وجهات نظر المدربين، يعني في مدرب بيشوف انه عايز من اللعيب حاجه معينه ما بيعملهاش، في مدرب تاني بيقدر يغير ويحقق اللي هو عايزه من اللعيب ويخليه يعمله، زي ما عمل فايلر مع رمضان صبحي. رمضان صبحي طريقته اتغيرت خالص مع فايلر، والطريقه اختلفت كمان لما فايلر مشي، فان هو ازاي يلعب الوان تاتش ويلعب مع اتنين تلاتة من زمايله في الناحية الشمال، ويغير شوية من ان هو يمسك الكورة ويطلع على الخط وبعدين يرجع تاني، الطريقة دي والايقاع اللي بيوقف الهجمة ما هو غيره فيه. فالمدرب بيشوف في اللعيب حاجة يقدر يستفيد ويطلعها منه ويطور منها، وده هو ده المدرب الذكي اللي ياخد من اللعيب احسن حاجة. فهكذا ممكن لعيب ينجح زي ما مدرب ينجح مع فرقه ومدرب تاني ما ينجحش. بس لازم نتفق برضو ان في بعض وجهات نظر لمدربين بتبقى يعني بيشط فيها، بتبقى فيها يعني نوع من المبالغه في انه ياخد موقف
من لاعب او من اكتر من لعيب. دي بالنسبه لنا احنا كمتابعين او كمشاهدين او كنقاد بنبص لها على انها وجهه نظر. يعني برضو التدريب نفسه فيه كتير من وجهات النظر، بدليل ان في مدرب بيشوف انه زي محمد منعم لما كان معار وفي نص الموسم كان فين في معار في سموحه، بدا في سموحه وبدا يجيد في اول. طيب انت اعارته ليه؟ واكتشفت فجاه ان هو ورجع وكسر الدنيا. فهي بتبقى وجهات نظر ورؤيه، ودي اذا كانت من حق المدرب، لكن في نفس الوقت يعني ما بيبقاش فيها قسوه شويه، لان ساعات بتبقى يعني بتخلص على لعيبه. صح. ودي يعني بيبقى كويس، لكن وجهه نظره كده. انا مش شايف ان وجهه نظره صح. يعني مساله الحسابات الفنيه عند المدربين ساعات بيكون فيها كثير من الشططان. يعني طبعا وجهات النظر الحقيقه في المدربين مش بس في فكره بقاء لاعب او رحيله، لا ده في بعض المديرين الفنيين كمان بيغيروا بعض مراكز اللاعبين. على سبيل المثال ينتدبوا الظهير الايمن، بضرب مثل برضه بما اننا بنتكلم على كولر، اللي شاف في كريم فؤاد ممكن ينفع جناح، واجاد قبل طبعا اصابته الاولى اللي بنتمنى له اكيد على سبيل الذكر يعني ليه الشفاء باذن الله. مشاهدينا هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نواصل حديثنا عن احد الحلقات الهامه في حصاد دوري نايل والحديث عن مدربي الدوري المصري في نسخه هذا الموسم. مارسيل كولر دايما يعني بنتكلم عليه ان هو مدرب نجح مع النادي الاهلي، ولكن اي مدير فني دايما عشان تحكم عليه ان هو مدير فني ناجح ولا لا ما بيكونش بعدد البطولات، رغم ان ده في السي في بتاعه شيء من الامور الايجابيه بالنسبه له، 9 بطولات في 23 شهر اعتقد رقم كبير جدا، ولكن ماذا قدم للنادي الاهلي؟ دي احد الامور اللي هنتكلم عليها. وهبدا كمان بالبدايه، البدايه بالنسبه لمارسيل كولر كانت بدايه صعبه، تأول قياده فنيه ليك بتنافس على بطوله مع الغريم التقليدي وهو نادي الزمالك، وهنا الحديث على بطوله السوبر يا استاذ حسن. دايما ان انت بدايتك يقولوا لك يلا في بطوله يا تكسبها يا تخسرها، اعتقد من الامور الصعبه لاي مدير فني. اخذ قوه دفع كبيره جدا من الفوز على الزمالك في السوبر المصري في الامارات، وكان اللعيبه والجمهور اخذ ثقه في المدرب، ودي حاجه مهمه جدا. بس برضو زي ما انت قلت غانم، مش انا مش بقيم المدربين بس بالبطولات، النتائج طبعا مهمه والبطوله مهمه، لكن انا بشوف هو كولر عمل ايه مع النادي الاهلي. عمل حاجات كتيره جدا، وعلى فكره انا ليا عليه مأخذين في علاقته او تدريبه النادي الاهلي. اول حاجه وبسرعه جدا، لا براحتك، الاهلي بيلعب مع كولر بمحاور هجوم متنوعه. يعني بيلعب بأجنحة، والأجنحة مش واحد جناح وجناح، لا الظهير وظهير وجناح وجناح، يعني بيلعب بجناحين وبجناحين. فالملعب قدامه واسع جدا، بيخلي الدفاع اللي بيلعب بتاع الخصم مشتت على مساحة عالية من الخط ده للخط ده. ده نمرة واحد. نمرة اتنين بيلعب كمان من العمق. طيب نمرة تلاتة بيلعب الهجمة المرتدة. طب هو عشان يعمل ده جاب لعيب بيعمل باس كويس جدا اللي هو امام عاشور، وجاب لعيب برضو عنده سرعات عاليه زي وسام او الشحات او بيرسي تاو قبل كده، بما يسمح بان الكره الطويله يخش معها المهاجم في سبرنت ويهزم المدافع. وده يعني في مواقف كتيره جدا، تمريرات من خط الوسط كره طويله، الاهلي ما كانش بيلعب الكره الطويله باستمرار، الاهلي كان دايما يلعب يحضر كتير، وبعدين فجأة لما يوصل نص ملعب الآخر أو ملعب الخصم بيلعب بسرعة شديدة جدا. فلعب على ده، لعب على كذا محور من الهجوم، استخدم التسديد واستخدم الكرات العرضية كتير وهكذا. لكن كمان عشان يعمل ده جاب لعيبة، جاب رضا سليم. الأهلي ما يبقاش عندك جناح واحد، لازم يبقى عندك واحد يعني في كل مركز اثنين او ثلاثة على الاقل، وعندهم تقريبا مستوى متقارب، فعنده الشحات وعنده رضا سليم وعنده بيرسي تاو وعنده كريم فؤاد اللي لعبه قبل كده جناح يمين ولعبه بعد كده باك ليفت ونجح في المراكز دي كلها كريم فؤاد قبل اصابته. كمان التنوع ده كان مهم جدا بالنسبة للنادي الاهلي. ليه مأخذين عليه عشان بس نخش في الموديست، كان اختياره وما كانش اختيار موفق على الاطلاق،
وصبر عليه كتير جدا، وكان واضح عند كل الجمهور وكل الناس وكل النقاد ان موديست مش هو المهاجم بتاع النادي الاهلي. الشباب، انا بشوف ان النادي الاهلي ده عنده قطاع ناشئين مهم جدا، والقطاع ده يعني لازم يفرز لعيبه كتير. ما ينفعش يعني انت جيت في وقت كان ممكن تدفع بلعيب او اتنين في ماتشات حتى في الدوري، لان في 8 تانيين بيسندوا الاتنين دول. لكن الواضح طبعا يعني اخر مباراه مع انبي عمل لعب 8 ناشئين، مش هو طبعا الاهلي يعني لعب 8 ناشئين، 4 اساسيين و4 استبدلهم او 5 استبدلهم في الشوط الثاني. يعني عنده مجموعه كبيره من الناشئين لازم تجرب. هم عندهم 23 سنه 24 سنه، دي لعبه كبرت. هتجربهم امتى؟ هتلعب بيهم امتى؟ انت عندك قاعده عريضه، القاعده العريضه دي لازم النادي الاهلي يطلع منها، بلاش يطلع منها عشان يلعبوا كمان. انت بتطلع منها وتنتج عشان تكسب فلوس تبيع. فده مأخذ، هو لازم تكون عنده فلسفه الاستعانه بالناشئين دي. انا ما بقولش ان هو في ماتشات صعبه وماتشات، لكن كان قرب من الدوري فكان لازم يجرب ده. نمره واحد، نمره اتنين، طب ليه انسحبت من كاس مصر؟ هي مش رؤيه، ده قرار مجلس اداره. هو قال انا وجهه نظري اني ما العبش في كاس مصر. طب فيها ايه لما الاهلي يلعب بالناشئين بكاس مصر؟ الناشئين اللي هم 23 و24 سنه و22 سنه، امال الاهلي هيعمل فرق مستقبل ازاي؟ بيجيب لعيبه، بيشتري اللعيبه. وعلى فكره ممكن قوي ناس تنتقد الاهلي انه النهارده واخد الدوري وعنده بطولات وبطوله افريقيا وبيدور على يجيب لعيبه، صح طبعا. هو ريال مدريد جاب كيليان مبابي ازاي؟ ليه؟ وقبله بلينجهام ولاعيبه كتير وكمان ده جاب جابه ليه؟ ده النجم فرنسا الاول وهو بطل. اسباب تسويقيه، ده كفايه بس اسباب تسويقيه. ايوه، وده عمل الفريق ولعب طبعا. اول ماتش والراجل انشيلوتي طلع اتكلم عليه قال ده لعيب مذهل بعد مباراه واحده. وهو نفسه قال انا هجيب 50 جون في مع ريال مدريد. هو ريال مدريد مش ابتدى يجيب لعيب ضخم زي ده ولعيب امكانياته هايله وهو واخد كل البطولات؟ ففكره انك تدعم الفرقه، مش لازم فرقتك تقع عشان تبتدي تعمل تدعيم. صح طبعا. اللي بيلعب على بطوله او بيعمل اصلاح، الاصلاح ده ما اسموش اصلاح بقى، اسمه تطوير للمستقبل للبطوله الجايه. الاهلي اختصارا بقى في النهايه عنده تقريبا على ما اعتقد 6 بطولات هيلعبهم السنه الجايه الموسم الجديد ده، غير تصفيات كاس العالم وكاس الامم الافريقيه 25. فلعبته هو محتاج فرقتين عشان يسعفوه في الشغل الدولي والست مسابقات اللي هيشترك فيها. فاعتقد يعني ان دعم الفريق في هذا الوقت بلعيبه جداد، لا طبعا دي حاجه مهمه جدا. المهم اختار اللعيب اللي يعمل دور مهم في اداء الجماعي للنادي الاهلي. طيب هنقسم الصعوبات اللي تعرض ليها مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي لكذا مرحله او كذا محطه. بالنسبه لي لو هتكلم على دوري ابطال افريقيا، مش الموسم الماضي، الموسم اللي قبله 2022 2023 تعرض لهزيمه قاسيه جدا امام سان داونز، حضراتكم فاكرينها 5-2. بعدها النادي الاهلي بدا مشوار طويل جدا ان هو ما يخسرش لمده 22 مباراه بدون اي هزيمه من ساعه الهزيمه اللي بتكلم فيها مع حضراتكم، وتوج بالبطوله دي وبالبطوله اللي قبلها كمان. افتكر كمان كان مع حضراتكم يعني قبل الترجي تفوق عليه ذهابا وايابا بنتيجه 3-1. بعد كده اصطدم بالوداد المغربي وتفوق عليه 2-1، وبعد كده تعادل ايجابي بهدف لكل فريق عشان ياخد ايضا اول بطوله دوري ابطال افريقيا. دي احد الصعوبات اللي تعرض ليها مارسيل كولر على المستوى الافريقي. ايضا اصطدامه ببيراميدز في المواجهه المحليه السنه دي، فكره ان انت بتقابل فرقه ماشيه بشكل جيد وانت مضغوط في عدد كبير جدا من المباريات وعندك مؤجلات، فاعتقد ده كان اختبار محلي كمان صعب. استاذ فتحي، السؤال لحضرتك، ما بين اختبار محلي وما بين افريقي ايهما اصعب، وازاي تفوق كولر على نفسه وعلى الفرق اللي انا ذكرتها لحضرتك؟ هو لو رجعنا اكتر شويه وافتكرنا المباراة اللي الناس اتكلمت عنها كتير، الـ5-0 اللي كان الأهلي خسرها في جنوب أفريقيا، وسنتها برضو
خرج الاهلي من الخمسة صفر دي وكمل وكسب البطوله وما كسبهاش سان داونز. فانك تخرج من مشكله او تخرج من موقف او مطب صعب بيكون دافع كبير ليك ان انت تكمل. بتبقى هنا المساله الاداره لها دخل كبير جدا جدا، والدعم الجماهيري مش عايزين ننساه، الدعم الجماهيري في مسيره النادي الاهلي عبر كل العصور وفي المواقف الصعبه دي لازم نفتكر لجماهير الاهلي فضل كبير في هذه الناحيه. طب تعالى نبدا بالجزء المحلي، واحنا شايفين اهداف بيراميدز مباراه استاد القاهره اصعب دوري كسبه الاهلي من سنين طويله هذا الدوري هذا الموسم. الاهلي لما خسر الدوري ببعض المؤجلات في الموسم اللي خد الزمالك فيه البطوله توقع الكثيرون وانا منهم الحقيقه ان السنه دي هتبقى فرصه كبيره لبيراميدز يكسب البطوله. انما النادي الاهلي استفاد من التجارب والسلبيات اللي فاتت من موسمين كان عنده اقل من كده مؤجلات والفريق ما قدرش يكمل والزمالك خد البطوله. المره دي كان الاهلي عنده حوالي 14 مباراه مؤجله، خلوا كولر يسال نفسه ويكلم نفسه ازاي حلب 20 مباراه من 34 في شهرين. هنا التحدي الاكبر ماتشين بيراميدز ظهر فيهم اللي قلت لك عليه في الجزء الاولاني، ظهر فيه الفرق بين شخصيه بطل وبين فريق ما عندوش ثقه انه ياخد بطوله. رغم ان كان بيراميدز ماشي بشكل هايل جدا جدا وبيلعب مستريح، ما عندوش ضغوط، ما عندوش مباريات كتير مؤجله خالص نهائي، كان الضغط كله على الاهلي. فده كان تحدي كبير جدا للاهلي قايم نجاحه على حاجتين. الحاجه الاولانيه انه الطموح الكبير، كل الناس بتقول ان الدوري بعيد عن الاهلي هذا الموسم. هذا التحدي كان مهم جدا جدا عند اللعيبه وعند الجهاز الفني، كملوه واكملوا النادي الاهلي بلا خساره كل المؤجلات الى ان استقرت الدرع في النادي الاهلي. الحاجه الثانيه اللي قلنا عليها قبل كده، كولر نفسه قال دي اهم بطوله عندي السنه دي، اهم بطوله عندي بالنسبه لي هي بطوله الدوري. رغم كل النجاحات الافريقيه والبطولات اللي كسبها، اعلن اكتر من مره ان التحدي بتاعه الاكبر هو نجاحه في الفوز بالدوري. فاز بالدوري بماتشين بيراميدز اللي هم كانوا النقطه الفاصله او المرحله الفاصله في مسار البطوله. حينئذ كانت المسيره الناجحه للنادي الاهلي بتغلبه على المنافس الوحيد ليه بحاجتين زي ما قلت لك، شخصيه البطل وباصرار كولر بانه ده التحدي الاكبر اللي لازم احققه وحققه، وبعد كده خد الاجازه. طيب استاذ حسن ارجع مع حضرتك برضو حاجه برضو اتفضل. الروتيشن اللي كان بيعمله مع اللعيبه عمله بحكمه شديده جدا، بتكلم على كولر طبعا. خط الوسط اللي غيره خالص يعني اتغير، صحيح في اصابات، ديانج اصيب والسوليه اصيب، دول كانوا هم دعامه خط الوسط بتاع النادي الاهلي، لكن بقى عنده امام عاشور ومروان عطيه وكوكا واكرم توفيق طبعا عشان الواجبات الدفاعيه احيانا، والتحرك بتاعهم يعني مروان عطيه مش لعيب سته بس او لعيب ارتكاز دفاعي بس، يعني كان بيهاجم احيانا وبيبقى في ال 18 بتاعه المنافس. التغيير ده من برضه من التغييرات المهمه جدا لكولر. اخر حاجه طريقته في التعامل مع اللعيبه اللي هي بتتقمص. طريقته جميله جدا، يبتسم معاك ويهزر معاك ويقعدك ومش كله تمام، اخر علاقه جميله جدا، لكن ساعه اللعب انت قاعد على الدكه ومش مش مش بخصمك يعني بشكل، لكن ما ببرود اعصاب سويسري فظيع بيتعامل بهدوء وبرود مع اللعيب اللي هو مش عايز يلاعبه عقابا لسلوك ما او لوجهه نظر ما. فلا هو طبعا لعيب قوي في الحته دي. حته بس قبل ما تطلع الفاصل، لا مش فاصل، الحاجه مش فاصل المهمه جدا جدا برضو بالنسبه للكوره، انه قدر يعمل مجموعه لاعبين كلهم في مستوى متقارب جدا. في كتير من المراحل والاوقات كانت بتبقى غيابات كتيره، يعني لما غاب بيرسي تاو لفتره شفنا طاهر محمد طاهر بيلعب في الحته دي وساعات نقل الشحات بيلعب في الحته اليمين. لما غاب او لما رجع السوليه بعد غياب طويل جدا قبل ما يصاب مره ثانيه، حسيت ان السوليه ما كانش غايب بقاله فتره. زي ما حسن بيقول بتلاقي في تغييرات كتيره في خط النص، تغيير كده في ده في وقت من الاوقات لعبده باك رايت ولا باك ليفت، ومع ذلك
بتحس دايما لما لاعب خلق عبد الفتاح ولاعب ورجع بعد كده عمر طلع عبد الواحد لعبه في مركز الباك ليفت في فتره من الفترات ما كنتش بتحس لا باك رايت ولا باك ليفت. فكانت المجموعه اللي ما بينزل بيتواجد في الملعب بيلعب من خلال سيستم. نجاح كولر انه حط سيستم الفرقه بتلعب عليه. بقت مجموعه تروس لو شلت ده وحطيت ده بتلاقي العمليه الدفاعيه بتمشي صح ومساله التحول الهجومي بتمشي صح. وده النجاح الاكبر لكولر ان هو غيابات كتير في اوقات كتير خسرت للسوبر الافريقي. لا لا راحت بس معلش فتحي قال اهم حاجه في كولر ان الاهلي بيلعب بسيستم. ايوه طبعا ده جزء كبير من نجاحه. ده مفيش افراد يعني ان مين بيغيب بيسيب اثر. هات لي اسم واحد مفيش نجم واحد للفريق. الزمالك لو غاب منه زيزو مفيش حاجه. لو كان غاب منه بن شرقي هتفرق كتير لما يغيب منه الجدع التونسي اسمه دوت في نص الملعب في الجاني بتلاقي في مشكله. لكن الاهلي يغيب منه اي لعيب زي ما قال فتحي كتير يعني عنده سيستم. قعدت فتره كبيره من غير مهاجم ما كنتش بتحس بحاجه. الحاج مودست كان بينزل ما لا فقصه السيستم والنظام. لا مودست كان الاهلي بيلعب ناقص واحد. ما انا بحكي لك يعني طبعا لو قعدنا نتكلم على كولر مع حضراتكم الحقيقه هناخد وقت طويل جدا. بس يعني الحلقه طبعا مرتبطه بكل مديرين الفنيين اللي بيتواجدوا في الدوري المصري. انتقل بعد الفاصل الى مدير فني اخر وهنا مش هتكلم على المديرين الفنيين الاجانب ولكن هاخد اول مدير فني مصري متواجد في افضل ترتيب وهنا بتكلم على الكابتن علي ماهر لان بعد كده بيراميدز معاه يوريشيتش وهو مدير فني اجنبي. نادي الزمالك متواجد في المركز الثالث معاه جوميز وهو مدير فني اجنبي. فبعد الفاصل ان شاء الله نتكلم على الكابتن علي ماهر كاول مدير فني مصري متواجد في الترتيب رفقه المصري البورسعيدي اللي بيحتل حاليا المركز الرابع وعنده من الأرقام الإيجابية الكثير والكثير ولكن بعد هذا الفاصل. المركزين الثالث والرابع المنافسة فيهم كانت محتدمة ما بين نادي الزمالك اللي عنده من النقاط حتى هذه اللحظة 55 نقطة وراه المصري البورسعيدي في المركز الرابع اللي عنده من النقاط أيضا 52 نقطة. لسه كل فرقة ليها لقاء في الجولة الأخيرة. كابتن علي ماهر كأحد المديرين الفنيين المصريين المستقرين بداية من الموسم مع المصري البورسعيدي قبل بلاء حسنا عنده من اللاعبين قدم مجموعة كبيرة جدا كلها تألقت. فخر الدين بن يوسف اللي أحرز عدد كبير من الأهداف 9 أهداف، ميدو جابر أيضا، معتز الزدام اللاعب اللي جه الى المصري البورسعيدي هذا الموسم، الشامي، جلاس جناوي، عبد الرحيم دغموم، كتيبه الحقيقه في عدد كبير جدا حتى المدافعين اللي بيتالقوا عمرو موسى، باهر المحمدي، كريم العراقي، حسين السيد الحقيقه جاد كمان في حراسه المرمى. اعتقد توليفه جيده يا كابتن حسن. لحظه واحده، مين حسين السيد ده؟ الباك ليفت بتاع النادي الاهلي. حسين السيد. حسين السيد مجموعه كبيره تالقت. دول الفرقتين كمان اللي هيشاركوا في الكونفدراليه الافريقيه السنه الجايه. طبعا المجموعة اللعيبة ممتازة جدا وإدارة علي ماهر. الحقيقة علي ماهر أنا من وجهة نظري مدرب ما بحبش كلمة المدرب الشاب، مدرب ناجح قبل ما يمسك المصري. كل تجاربه الحقيقة كانت ناجحة. المصري بيعمل ماتشات كبيرة قدام الفرق الكبيرة. المصري يعني في اللعيبة الحقيقة أنا بشوف إنها مميزة جدا، فخر الدين بن يوسف، الجلاسي، ميدو جابر لعيب مؤثر جدا، دغموم من أحسن لعيبة الوسط في الدوري المصري، بيعجبني جدا اللعيب ده. مميز جدا، عنده كريم العراقي، عنده حمادة، باهر المحمدي طبعا كمان واحد من عمرو موسى، اللعيبة دي كلها مؤثرة. بس الحقيقة برضو وأنا حباصي الكرة دلوقتي لفتحي سند هضيعها هتصوت بره انا عارفك. لا جزء من الاحتلال المصري معلش المركز الرابع ان الزمالك السنه دي كان بره المنافسه الحقيقه يعني. يعني باختصار كده لما ابص للجدول الاقي ان المصري خسر 19 مباراه والزمالك خسر 11. المصري المصري 11 وتعادل 7 وكسب 15. 11 انا قلت 19. 11 والزمالك كام؟ 9. خسر 9. الزمالك خسر 9 كتير. كتير على الزمالك انه طبعًا. انه يخسر 9 طبعا. فالخساره دي قربت الحقيقه يعني المصري شويه من دائره القمه
او يبقى قريب شويه للزمالك يعني. لكن طبعا لا، ده هذا لا يعني ان علي ماهر نجح بشكل كبير جدا هذا الموسم كما نجح مع فرق ثانيه قبل ما يتولى اداره المصري. طيب من المصري انتقل لنادي الزمالك والوضع بالنسبه لجوميز، هل جوميز مظلوم مع نادي الزمالك؟ مستوى اللعيبه المحترفين ما اضافوش لنادي الزمالك باستثناء سيف الجزيري، يعني قول لي لاعب محترف اضاف لنادي الزمالك الموسم ده. طبعا جوميز مش مظلوم، انا اللي ظلمت نفسي وحضرتك صححت لي خطا في الفقره اللي فاتت لما قلت ان النادي الاهلي فاز بالبطوله رغم انه خسر في البطوله 2019، لكن ذكرتني عن طريق الاعداد فعلا حصل الخمستين دخلوا في بعض 5-2 و5-0. ال5-2 اتحولت لامر ايجابي دي في دور المجموعات. 5-0 الاهلي فاز في القاهره هنا 1-0 كان مع لاسارتي، فانا بعتذر على الخطا وبشكرك عليه مع زملاء الاعداد. جوميز لم يظلم مع الزمالك، وانما جوميز ظلم الزمالك. حسن من شويه بيتكلم ان الزمالك خسر 9 مباريات. ما ينفعش الزمالك يخسر 9 مباريات. الاداء الفني لجوميز غير واضح الملامح. قعد فتره كبيره جدا جدا ما قدرش يستوعب مين صح من اللعيبه ومين كويس، مين ممكن يلعب فين ومين ممكن ان انا استغنى عن خدماته. خد وقت كبير جدا جدا عشان يعمل شخصيه لفريق الزمالك وما عملهاش. وقع في اخطاء كتيره جدا جدا، مش لانه ما بيسمعش المساعدين بتوعه، لكن لانه اعتقد انه قدراته وامكانياته، ربما يكون مدرب كويس لكن واضح جدا جدا فشله مع الزمالك في هذه المرحله. الزمالك لما تعاقد معاه اخذ هزيمه من طلائع الجيش، وعنده الماتش الاخير مع طلائع الجيش الراجل طلع اجازه، لكن بشكل عام يعني. طب اقول لحضرتك نقطه فاصله قبل بس عشان الختام قرب. اول الاخطاء وده نبض الشرع الزملكاوي يعني، انا ليا اصحاب زملكاويه بيتكلموا في النقطه دي. انت فزت على النادي الاهلي وبعدها كان عندك نهائي الكونفدراليه، اول قراراته قدام سموحه ريح كل اللعيبه الاساسيين وكانوا موجودين على مقاعد البدلاء. الزمالك لو كان فاز على سموحه كان فضل في قصه المنافسه مع النادي الاهلي، وكانت المباراه دي ممكن تغير اتجاه نادي الزمالك السنه دي. يعني رغم ان انا ضد، يعني انا ضد كل ده عشان الكونفدراليه. انا معاك، وعلى فكره الكونفدراليه ادائها فيها كان سيء. خلينا نعترف انه اداء الزمالك في الفاينل امام نادي البركان كان اداء متذبذب مهتز. نفتكر الزمالك جاب جول مبكر ثم حوالي 80 دقيقه من المعاناه والدعوات الجماهيريه، لكن كان الاداء الفني مش صح. في حالة من الغضب على جوميز، مجلس إدارة مش مطمئن لنجاح جوميز. جوميز لما تم التعاقد معاه كان على مرحلتين، لو كسب الكونفدرالية هيكمل الموسم، ده كان التعاقد معاه. الزمالك جدد له، فالزمالك النهاردة في ورطة، لأنه استمرار جوزيه من وجهة نظري أنا على الضغوط اللي موجودة عليه من داخل المجلس ومن داخل أروقة نادي الزمالك بتقول ان جوميز لا، جوميز لم يحقق النجاح المطلوب. جوميز النهارده بيمثل خطر على فريق الزمالك اذا كمل، لكن ما اعتقدش الزمالك ممكن يمشيه لان عنده مشاكل ماليه وحواديت كبيره ممكن تعطله في مساله ان هو يصبر عليه غصبا عنه، لان اذا كان هناك بعض الشروط الجزائيه دي خاطئه. يعني انت كده بتبدا موسم، ما انا بقول لحضرتك انا دي وجهه نظري ان هو مش قادر يمشيه. هو راجل ما اضافش للزمالك حاجه، بالعكس هو خلى شخصيه فريق الزمالك شخصيه غير واضحه الملامح، ملوش يعني كيان محدد، ملوش اطار او شكل فني. بنتكلم على كولر انه في سيستم، هويه بمعنى صح، هويه شخصيه. بكل اسف جوميز ما عملهاش، وده مأزق كبير. بس اضعف خطوط الزمالك عشان التأثير السلبي يعني على الفريق خط وسط الزمالك. خط الوسط ده هو اللي بيعمل اتجاهات اللعب والدفاع حصل. لا وخط الوسط كمان اللي هو اللي بيعمل اتجاهات اللعب واتجاهات الدفاع ما مستقرش على تشكيل. هو دي يعني الراجل قاعد لخبطها بالدرجه الاولى، الراجل لخبطها لغايه ما بعككها واتكل على الله سافر. على فكره ممكن يعمل مشكله لانه ليه فلوس ولسه ما خدهاش. اتصرف ليه مكافاه الكونفدراليه لكن لسه له 3 شهور. الكونفدراليه الكونفدراليه دي حاجه جديده. فيعني تزنقتنا يا ابو حميد، ف
خدنا الحقيقه انا الوقت مع حضراتكم بيجري بسرعه وببقى مبسوط، وحلقات الحصاد الحقيقه محتاجه حلقات كتيره يعني، لان الموسم كان طويل 11 شهر وفي تفاصيل كتيره. الشرف بيك، بشكرك جدا استاذ فتحي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. هو الدوري خلص بكره ان شاء الله او النهارده، خلاص دخلنا في اليوم ده. بشكر حضرتك يا استاذ. شكرا جزيلا استاذ محمد. بشكر حضراتكم مشاهدينا، كده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده من ملعب أون وحصاد الدوري. ان شاء الله غدا او يعني بعد يعني ساعات قليله ان شاء الله يتجدد اللقاء مع حضراتكم، وتستمر حلقات الحصاد والحديث عن كل الامور الايجابيه والسلبيه في بطوله دوري نايل لنسخه هذا الموسم 2023 2024. اشوفكم على خير وتصبحوا على الف خير.